إخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم. نسيت تعمل قناة المشاركة وتقطعها جيم لايك مبيعتشي. أرجو الله عز وجل يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات. فما تنساوش الإخوان تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لجميع المسلمين في إيطاليا. بالنسبة لمجموعة مطاعم بيادينيرية فانتشرت مؤخرا في جميع أنحاء إيطاليا، فعادي أن الإنسان كيتوجه لها لتناول يعني ساندويتش بيادينا. فالإنسان كيشوف فقط فرتيتورا مثلا بالخضر أو الأسماك إلى غير ذلك. فردوا البال الإخوان، لأن بيادينا اختاروا دائما بيادينا انتجرالي، ان في الامباستو كاين زيت الزيتون اوليو دي اوليفا. اما البيادينا العادية فما تاخذوهاش لان فيها ستروتو، يعني غراسو دي مايالي هو ستروتو. دائما الاخوان اختاروا بيادينا انتجرالي. بارطاجيو الفيديو مع جميع الناس كتعرفوا في ايطاليا باش تعم الفائدة. شكرا لكم.